السلام عليكم. احد الاصدقاء كان عنده مشكله ان هو بعد ما بيعمل اللينك فايل بتاع الريفت يقفل الجهاز ويفتحه ما يلاقيش الملف الريفت، فيضطر يروح لمانج لينك ويعمل الرود والرود فروم وحاجات زي كده. طب ايه القصه؟ القصه بس تخلص ان انا لو ما رحت انسيرت مانج لينك كان المسار اللي هو عمله موجود هنا في لوكال اليس، مش موجود هنا في سيف دي باص. سيف دي باص ده كان موجود الملف اللي هو بتاع الشركه، يعني محطوط في المسار ان هو على سيرفر بتاع الشركه. فايه الفكره في ايه؟ ان الملف اللي هو حاطه عنده على الجهاز بتاعه ده اسمه لوكال اليس، وبيبدا يفتح الجهاز الملف ده. الملف ده ما كانش سنترال، كان لوكال. فاللوكال بيبدا يدخل جواه ويعرف فين الملف اللي هو المفروض بيعمل سينك عليه ويروح حاطه هنا. طيب حل المشكلة ده ايه؟ حل المشكلة ده ما دام هو عايز يشغل على الجهاز بتاعه ان هو يحول ملف اللوكال للسنترال، يفتحه وبعد كده يعمل له سيف اس ويخليه هو سنترال، بحيث ان هو لما يقرا هيلاقي هنا سيف باس بس، ومش هيلاقي حاجة اسمها لوكال لسه.